تعالوا اقول لكم ازاي نعمل رسومات جميلة بالفوم ويبقى شكلها حلو قوي ونلزقها في اوض الاطفال. اول حاجة لازم يبقى نرسم رسمة حلوة على كرتون، ولو ما نفعش نرسم ممكن نصورها ونقصها كده ونحددها، ونجيب فرق كرتون كبير ونثبت الرسمة على الفرق بالطريقة دي، ونبدأ نحدد بالقلم الرصاص الرسمة نمشي عليها بالقلم الرصاص. بعد ما حددت الرسمة بالقلم الرصاص على الفرخ هقص بالمقص الفرخ، المفروض ان انا عندي تفاصيل في الرسمة، عندي مثلا بطن الدولفين هقص البطن دي لوحدها وهعملها لون تاني عشان يبان شكل الدولفين. بجيب انا رسومات، بنزل الرسومات من على جوجل عادي، وبعمل ممكن اعمل نفس الالوان اللي موجودة عندي في الرسمة الكرتونية دي. هرسمها برضو وهثبتها على الفرخ بتاع الفوم واثبتها وامشي عليها بالقلم الرصاص بلون تاني، وبعدين اجيب الرسمة الاساسية اللي هي رسمة الكرتون واحطها عليه بحيث ان انا محركش كل حاجة تبقى مظبوطة، واثبت بقى بمسدس الشمع بطن الدولفين. هبدأ بقى أقص بقية التفاصيل التانية، في عندي بقه أو لسانه والعين وعينه، هقص لسانه وبرضو هحددها بالقلم الرصاص على الفرخ الأحمر وأقصها، وعينه برضو. اهم حاجة عندي ان انا الكرتونة تبقى لسه موجودة عندي، او الرسمة الاساسية تبقى لسه موجودة عندي بحيث ان اجي الزقها تبقى مظبطة معايا. هرسم عينه، كل حاجة في مكانها، الرسمة الأساسية اللي بتحدد لي فين ألزق بحيث يطلع شكله منتظم وشكله مظبوط. أثبت عينه وأثبت بقه، وده شكله بعد ما ثبت عينه وثبت بقه، بس هو كده لسه مخلص. المفروض بقى إن أنا أبدأ أرسم أو أحدد ملامحه كلها بالقلم الماركر أو قلم سبورة، وأرسم الزعنفة بتاعته الأخيرة. بكل بساطة طلعت رسمة شكلها تحفة بجد، ينفع نلزقها في أوضة الأطفال، نلزقها في أي مكان. وده